ممكن يضعها في مرمى. 52 دقيقة ومحاولات البرازيل يعني أصبحت خطيرة. والحارس إيغور إيكينفييف هو الحارس الأول لروسيا في هذه اللقطات، ولكن الهدف الأول يأتي هنا، الهدف الأول يأتي هنا في هذه اللقطة. تياغو سيلفا رأسية ومتابعة من جانب جواو وميراندا اللي سجل هدف الدولي الثاني، سجل في كولومبيا في إطار التصفيات في 2018، تصفيات 2018 وفي اللقطة الثانية. أدي الكرة العالية، شوف هنا تياغو سيلفا هو اللي لمس، وأدي الإبعاد بإيكينفييف والمتابعة، وليس هناك تسلل، ما فيش تسلل. البرازيل بتسجل عن طريق المدافع، مدافع الإنتر، الإنتريست أمامنا هنا يسجل الهدف الأول في اللقاء. أدي الارتقاء، يطلع أعلى من المدافع كوتيبوف ويضعها في هذه اللقطة المتابعة، ممكن يضعها في مرمى. 52 دقيقة ومحاولات البرازيل يعني أصبحت خطيرة. والحارس إيغور إيكينفييف هو الحارس الأول لروسيا في هذه اللقطات، ولكن الهدف الأول يأتي هنا، الهدف الأول يأتي هنا في هذه اللقطة. تياغو سيلفا رأسية ومتابعة من جانب جواو وميراندا اللي سجل هدف الدولي الثاني، سجل في كولومبيا في إطار التصفيات في 2018، تصفيات 2018 وفي اللقطة الثانية. أدي الكرة العالية، شوف هنا تياغو سيلفا هو اللي لمس، وأدي الإبعاد بإيكينفييف والمتابعة، وليس هناك تسلل، ما فيش تسلل. البرازيل بتسجل عن طريق المدافع، مدافع الإنتر، الإنتريست أمامنا هنا يسجل الهدف الأول في اللقاء. أدي الارتقاء، يطلع أعلى من المدافع كوتيبوف ويضعها في هذه، بعد شوط أول دون حلول. وهنا بقى ركلة الجزاء الواضحة الصريحة، المسك هنا الباولينيو من قبل جولوفين، وركلة الجزاء كوتينيو 8 أهداف في اللقاءات الدولية، 33 لقاء. وادي أمامنا كوتينيو الثاني لمنتخب البرازيل، غاب الإبداع في الشوط الأول، سجل جواو ميراندا في الدقيقة 53، ثم سجل كوتينيو هنا من هذه الكرة من ركلة الجزاء. إيكينفييف ماذا يفعل بعد شوط أول دون حلول؟ وهنا بقى ركلة الجزاء الواضحة الصريحة، المسك هنا الباولينيو من قبل جولوفين، وركلة الجزاء كوتينيو 8 أهداف في اللقاءات الدولية، 33 لقاء. وادي أمامنا كوتينيو الثاني لمنتخب البرازيل، غاب الإبداع في الشوط الأول، سجل جواو ميراندا في الدقيقة 53، ثم سجل كوتينيو هنا من هذه الكرة من ركلة الجزاء. إيكينفييف ماذا يفعل بعد ما اللي طبعا بقى في مرمى هدفين من خلال ما قدمه المنتخب البرازيلي الشوط الثاني، ونجح الحقيقة في الوصول للمرمى. وادي ويليان يبحث عن أهداف جديدة، لا يخطئها المرة دي، لا يخطئها أبدا، لا يخطئها باولينيو في اللقطة الماضية. التمريرة الروعة من جانب اللاعب ويليان، ورأسية اللاعب أمامنا هو في الدقيقة 66، يسجل اللاعب باولينيو الهدف الدولي ليه رقم 12 في اللقاءات الدولية، رقم 47 اللي خاضها مع منتخب بلاده، مع منتخب السامبا. باولينيو لاعب البارسا، بص شوف ويليان عدى حلو قوي، ويليان فورمة عالية قوي مع البلوز، يمرر كورة، المنتخب الروسي يخرج من التركيز، يسقط في أخطاء كبيرة وأخطاء فادحة، ويأتي الهدف الثالث هنا من باولينيو. اتحررت الأمور، ظهرت المساحات، غابت الرقابة، لم يصبح المنتخب الروسي المنظم كما هو في الشوط الأول، وبالتالي التفوق للسيليساو السامبا، الإبداع يعود والأهداف تتوالى في اللقاء اللي طبعا بقى في مرمى هدفين من خلال ما قدمه المنتخب البرازيلي الشوط الثاني، ونجح الحقيقة في الوصول للمرمى. وادي ويليان يبحث عن أهداف جديدة، لا يخطئها المرة دي، لا يخطئها أبدا، لا يخطئها باولينيو في اللقطة الماضية. التمريرة الروعة من جانب اللاعب ويليان، ورأسية اللاعب أمامنا هو في الدقيقة 66، يسجل اللاعب باولينيو الهدف الدولي ليه رقم 12 في اللقاءات الدولية، رقم 47 اللي خاضها مع منتخب بلاده، مع منتخب السامبا. باولينيو لاعب البارسا، بص شوف ويليان عدى حلو قوي، ويليان فورمة عالية قوي مع البلوز، يمرر كورة، المنتخب الروسي يخرج من التركيز، يسقط في أخطاء كبيرة وأخطاء فادحة، ويأتي الهدف الثالث هنا من باولينيو. اتحرر
حرارة الأمور، ظهرت المساحات، غابت الرقابة، لم يصبح المنتخب الروسي المنظم كما هو في الشوط الأول، وبالتالي التفوق للسيليساو، السامبا، الإبداع يعود والأهداف تتوالى في اللقاء.